السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم سابع؟ اليوم إن شاء الله بدنا نكمل ثالث مبدأ من مبادئ التأريخ النسبي، اللي هو مبدأ القاطع والمقطوع. أول إشي بدنا نحكي عن القاطع. القاطع بينقسم لنوعين، إما بيكون صدع يعني كسر اللي بينتج عنه الزلازل، أو بيكون في عندي اندفاع ناري يعني ماجما بتخرج من باطن الأرض. فالقاطع نوعين، يا إما صدع يا إما اندفاع ناري. المقطوع دائما هي الطبقات الصخرية اللي بتكون مترسبة. هون بيقول لك ادرس الشكل 6 إلى 8 الذي يبين التعاقب الطبقي فيه ثلاث حالات مختلفة، وأجب عن الأسئلة التي تليها. رح نبلش في أول حالة اللي هو قبل اندفاع القاطع الناري. بنلاحظ إن الطبقات الصخرية هون مترتبة حسب مبدأ التعاقب الطبقي اللي أخذناه أول واحد، اللي هو دائما الطبقات الأقدم بتكون تحت والطبقات الأحدث بتكون فوق، وترتيبهم 1 2 3 4 5 6. يعني 5 بدها تكون أحدث من 4 وأقدم من 6، صح؟ ليش؟ لأنه 5 فوق 4 معناته هي ترسبت بعدها، يعني هي أحدث منها. أما 5 جاي تحت 6 معناته هي ترسبت قبلها، لهيك هي أقدم منها. فقبل اندفاع القاطع الناري، لما يكون ما في عندي قاطع ناري أو ما يكون في عندي صدع، دائما بنعتمد على مبدأ شو؟ نعتمد على مبدأ تعاقب الطبقات، إنه الأقدم دائما بيكون في الأسفل والأحدث دائما بيكون في الأعلى. بالحالة الثانية صار في عندي هون اندفاع للقاطع الناري، يعني صار في عندي ماجما طلعت فوق الطبقات اللي ترسبت وغطت عليها. طيب خلينا نشوف كيف بصير الترتيب. هون لما رتبنا 1 2 3 4 5 6 7 كلياتهم ورا بعض، ترسيبهم كان ورا بعض. فهلأ بدنا نشوف لما صار في عندي اندفاع ناري شو اللي صار. اللي صار انه اول اشي بيكون ترسب 1 و2 و3 و4 و5 و6، بس لعند 6، هدول من 1 ل6 ترسبوا ورا بعض. بعدين اجا الاندفاع الناري 8 فوقهم فقطعهم، اذا من 1 ل6 هدول مقطوع، والثمانية هي القاطع قطعهم. ودائما دائما القاطع احدث من المقطوع، يعني دائما الطبقة اللي بتيجي فوق هي أحدث من اللي تحتها، لهيك 8 فوق ومن 1 ل6 هم تحت 8، معناته 8 أحدث من الطبقات من 1 ل6. هلأ ليش ما حطينا 7 معهم؟ ما حطينا 7 معهم لأنه يا صبايا القاطع ما وصل ل7، ما غطى عليها. شايفين غطى عليها؟ لا ما غطى عليها. بما أنه ما غطى عليها معناته ما قطعها، إذن 7 أحدث من مين؟ من 8. فلما نيجي نرتبهم رح يكون في عندي 1 2 3 4 5 6، هدول ترسبوا ورا بعض، بعدين اجى 8 قطعهم الاندفاع الناري، بعدين ترسبت 7. فلو جيت اقولك مين احدث طبقة ومين اقدم طبقة، احدث طبقة اللي هي 7 واقدم طبقة اللي هي 1. طيب مين احدث، 8 ولا 7؟ الاحدث هي 7. ليش؟ لانه 8 ما غطى عليها. لو 8 اللي هو الاندفاع الناري غطى عليها يعني قطعها، كان بيكون 8 أحدث منها. طيب مين أحدث، 8 ولا 2؟ لا 8 أحدث من 2. ليش 8 أحدث من 2؟ لأنه 8 قطع 2 وغطى عليها. فلما أجي بدي أرتب، برتب هون 1 2 3 4 5 6، 8 هو الاندفاع الناري وبعدين 7. إذا دائما القاطع أحدث من المقطوع، زي هاي الملاحظة كتير مهمة اكتبوها عندكم، القاطع أحدث من المقطوع. 8 أحدث من الطبقات من 1 ل6 وأقدم من الطبقة 7. ليش أقدم من الطبقة 7؟ لأنها ما غطت عليها، 7 أحدث منها. أوكي. الحالة الثالثة اللي هو بعد حدوث الصدع. أول إشي بتكون ترسبت الطبقات 1 2 3 ترسيب عادي، يعني الطبقات زي هيك ترسبت أول إشي، هاي 1 هاي 2 هاي 3. هذا أول ترتيب. لما نحكي رتبي الأحداث الجيولوجية أو رتبي الطبقات، بنحكي إنه أول إشي ترتبت 1 2 3. بعدين شو إجا؟ إجا الصدع. شو عمل في هاي الطبقات الصدع؟ كسرها.
فصار عندي لما احكي لك رتبي تحكي لي انه 1 2 3 بعدين الصدع. طيب مين احدث؟ احدث اشي الصدع لانه كسرهم كلياتهم فهو قطعهم يعني هو القاطع. ومين اللي اقدم؟ 1 و2 و3 هم الاقدم. ليش؟ لانه تم قطعهم يعني هم مقطوع. فواحد اثنين ثلاث بنسميهم مقطوع والصدع هو القاطع. تمام يا صبايا؟ زي هون هاي 1 2 3 وبعدين الصدع. اوكي فهاي هي الثلاث حالات. خلينا نشوف الاسئله اللي عليها. رتب الطبقات في الشكل الف حسب عمرها النسبي. حسب عمرها النسبي 1 2 3 4 5 6 الأقدم 1 والأحدث 7. طيب ما العمر النسبي للقاطع الناري والصدع؟ طيب بنيجي هون العمر النسبي للقاطع الناري 8 أحدث من الطبقات 1 إلى 6 وأقدم من 7. والصدع أحدث من الطبقات 1 و2 و3. طبعا إجابة هذول السؤالين هي هم موجودين عندكم بهاي الفقرة. نلاحظ أن العمر النسبي للطبقات في الشكل ألف يتبع ترتيبها من أسفل إلى أعلى، حيث تمثل الطبقة الأولى أقدمها والطبقة السابعة أحدثها عمرا زي ما حكينا. أما القاطع الناري والصدع في الشكلين باء وجيم فهما أحدث من المقطوع يعني هم أحدث من الطبقات، وهي الطبقات التي تم قطعها، ويسمى هذا المبدأ بمبدأ القاطع والمقطوع. تمام. هلأ بدنا نشوف مبدأ المضاهة. شو يعني مضاهة؟ أول إشي عشان نحكي شو يعني مضاهة بدنا نعرف إنه المضاهة عبارة عن نوعين، يا إما بتكون مضاهة صخرية يا إما بتكون مضاهة أحفورية. تمام؟ المضاهة نوعين، أحفورية أو صخرية. بدنا نبلش نحكي عن المضاهة الصخرية. وقبل ما نبلش شوي نحكي عنهم بدي احكي لكم شو يعني مضاهة. مضاهة يعني ترتيب ومقارنة، ترتيب ومقارنة للطبقات الصخرية. هلأ رح نعرفهم بآخر الفيديو. للطبقات الصخرية يعني انا بدي ارتب الطبقات الصخرية اللي موجودة في موقعين مختلفين مبعاد عن بعض. موقعين مختلفين مبعاد عن بعض، أنا بدي أرتب الطبقات الصخرية بينهم. طيب حكيك هل تتوقع أن تتشابه الطبقات في العمر في كلا الموقعين؟ بحكي لك هدول الموقعين فيهم طبقات نفس العمر؟ آه طبعا أكيد. كيف عرفت؟ هاي الطبقة بتشبه هاي الطبقة معناته هم نفس العمر، وهاي الطبقة بتشبه هاي الطبقة معناته نفس العمر، وهاي بتشبه هاي، وهاي بتشبه هاي. إذا نعم في طبقات بتتشابه في العمر في كلا الموقعين. بحكي لك صلي بخط بين الطبقات المتشابهة في الموقعين ألف وباء. هلأ إحنا وصلنا بخطوط زي هيك، بس هو في طريقة تانية هلأ بالفيديو الوراء بالصفحة الوراها رح نحكي عنها. طيب خلينا نشوف هون المضاهة. فأنا هون لما رتبت بالمضاهة الصخرية أنا رتبت حسب نوع الصخر، شفت إنه هذا الصخر بيشبه هذا الصخر فوصلته مع بعض، هذا الصخر بيشبه هذا الصخر فوصلته مع بعض، ونفس الشيء بالطبقة هاي وبالطبقة هاي. فالمضاهة الصخرية تعتمد على التشابه في نوع الصخر فقط. يعني مثلا حجر رملي مع حجر رملي، دولومايت مع دولومايت، خلينا نحكي غضار مع غضار، هاي أنواع من أسماء لأنواع صخور رسوبية. فإحنا بنعتمد بس على التشابه في نوع الصخر فقط. نيجي على المضاهة الأحفورية. من اسمها أحفورية معناته تعتمد على التشابه في نوع الأحافير داخل الطبقات. طيب كيف يعني؟ نيجي على الشكل هذا 6 إلى 10. بحكي لك لاحظ الشكل ثم أجيبي عن الأسئلة التي تلي. نيجي نطلع هلا أنواع الصخور هون متشابهة، هذا بيشبه هذا وهذا بيشبه هذا وهذا بيشبه هذا وكلياته لغاية فوق. بس بنلاحظ
انه انواع الاحافير بتختلف. مثلا هاي الطبقة فيها احفورة الترايلوبايت، صح؟ بهذا الموقع، بس بهذا الموقع ما في ترايلوبايت. هلأ هون ما في احفورة الترايلوبايت، بس هون في. نيجي لهون، هون في عندي خنشار بس هون ما في. ونتطلع هون، هون في خنشار بس هون ما في. لاحظي انه هون بالطبقة اللي لونها اصفر وبتشبهها هاي، نوع الصخر نفسه بس الاحافير مش موجودة فيها نفسها. فلما بضاهي انا هون يعني برتب، لازم اعتمد اني اوصل بين الطبقات اللي فيها نفس الاحفورة. فانا ما رح اوصل هاي مع هاي، انا بوصل هاي مع هاي. طلعي كيف، شوفي كيف وصلت، بوصل من الحد السفلي للطبقة مع الحد العلوي للطبقة الثانية. هيك هيك عملت مضاهة، هذا التوصيل اسمه مضاهة. بايش اعتمدت؟ اعتمدت انه الطبقتين اللي انا بعملهم لازم يكون عندهم نفس الاحفورة. طب نيجي هون، كيف نعمل مضاهة؟ هلا هاي الطبقة اللي فيها الخنشار وين حدها؟ السفلي هون، صح؟ لازم اوصلها مع الحد السفلي للطبقة الثانية اللي فيها خنشار اللي هي هاي. هاي هيك وصلت، وحدها العلوي مع الطبقة الثانية اللي فيها خنشار. هاي هيك وصلت. فتطلعوا كيف ما اعتمدنا على التشابه في نوع الصخرة، اعتمدنا على التشابه في وجود الأحفورة نفسها. نيجي على الأمونايت. الأمونايت هاي الحد السفلي لطبقتها. مين في هون عنده أمونايت؟ عنده هاي الطبقة اللي لونها أخضر. فوصلت الحد السفلي لا سوري هذا الحد السفلي، حد السفلي لهاي الطبقة، تمام، مع الحد العلوي للطبقة. حد سفلي مع حد سفلي، وحد علوي مع حد علوي. وايش اعتمدت؟ اعتمدت انه هاي الطبقة هذا اللون في عنده امونايت، وهاي الخضرة فيها امونايت. فانا وصلت هاي مع هاي، وصلت هاي مع هاي، وصلت هاي مع هاي. ما اعتمدت على نفس نوع الصخر، اعتمدت على نفس وجود الأحفورة. طيب صلي بخط بين الطبقات التي تحتوي نفس عمر الأحفورة، هينا وصلنا. هل تشترك الطبقات المحتوية على أحافير في الموقعين بنفس نوع الصخر؟ لا تشترك بنفس نوع الصخر. نلاحظ من الشكل 6 إلى 9 أن الطبقات الصخرية في الموقع ألف مكونة من طبقات تشبه في نوعها ولونها الطبقات في الموقع باء، وهذا يدل على أنها تكونت تحت الظروف الطبيعية والمدة الزمنية نفسها. وعندما نقارن، شايفين ترتيب ومقارنة هذه الطبقات، فإنه يمكننا تحديد عمر إحداها من معرفتنا بعمر الأخرى. يعني أنا لما عرفت عمر هاي إنها هي هاي ترايلوبايت حقبة حياة قديمة، عرفت إنه الثانية اللي فيها ترايلوبايت برضو حقبة حياة قديمة، والأمونايت حقبة حياة متوسطة، فبرضو عرفت إنه هاي الطبقة الخضراء رح يكون عمرها حقبة حياة متوسطة بسبب وجود الأمونايت. أو يمكننا تحديد الطبقات المتساوية في عمرها، ويسمى هذا المبدأ في تحديد عمر الصخور مبدأ المضاهة. وهناك نوعان من المضاهة، يا إما مضاهاة صخرية وهي مضاهاة لطبقات عبر مسافات قريبة بالاعتماد على نوع الصخر والخصائص الفيزيائية له مثل اللون والسمك. يعني زي ما حكيت لكم، مضاهاة صخرية تعتمد على نوع الصخر مثل لونه أو سمكه. تنتين نفس اللون معناته نفس نوع الصخر، تنتين نفس السمك معناته نفس نوع الصخر. أو مضاهاة أحفورية وهي مضاهاة تعتمد على التشابه في المحتوى الأحفوري، زي ما قلت لكم هون التشابه في المحتوى الأحفوري للطبقات الصخرية بغض النظر عن نوع الصخر. يعني ما نتطلع في الأحفورية نوع الصخر، بتطلع بس إنه في أحافير زي بعض. فالصخور المختلفة التي تحتوي على نفس نوع الأحافير لابد أن يكون لها العمر نفسه. إذا نفس نوع الأحافير حتى لو الصخر مختلف بيكون له نفس العمر. عرفت أن الصخور الرسوبية تعطي أعمارا نسبية، إلا أنه من الممكن إعطاء الصخور أعمار مطلقة. إذا بتتذكروا بالفيديو الأول قلت لكم أعمار نسبية، أنا بقارن بس بكلمة أقدم وأحدث. أما بالأعمار المطلقة بقارن من خلال أرقام، بحكي 60 مليون سنة، 50 مليون سنة، 70 مليون سنة. والمقارنة بالأرقام بسميها العمر المطلق للصخور.